صباح النور، مرحبا بكم في بريف مونديال. اليوم المواجهه المنتظره للمنتخب الوطني لكره القدم قدام فرنسا لحساب الجوله الاخيره من المجموعه الرابعه لمونديال قطر. المباراه ان شاء الله باش تلعب مع الاربعه نتاع العشيه. منتخبنا كان انهى التحضيرات البارح والملاعبيه الكل على ذمه الاطار الفني، تشكيل الاقرب للمقابله نجم نشوفوها اليوم. أيمن دحمان في حراسة المرمى، في الدفاع منتصر الطالبي نادر الغندري وياسين مريح مع مجدي كشريدة وعلي معلول، في وسط الميدان قوليس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي برمضان، نضيفوا لهم وهبي الخزري وأنيس بن سليمان. نعرفوا مهمة باش تكون صعيبة لأبنائنا في مباراة اليوم قدام بطل العالم، لكن نتمناو حظ موفق وإن شاء الله زينة لنصور قرطاج. في نفس التوقيت مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة باش تجمع الدنمارك بأستراليا، واللي باش تكون مهمة برشا نتيجتها لمنتخبنا إذا ما فاز على فرنسا. في المجموعة الثالثة اليوم مع 8 متاع الليل زوز مواجهات أخرى، السعودية باش تلعب مع المكسيك، مصيرها باش يكون بيدها إذا تفوز تنتصر، والمواجهة الثانية باش تجمع الأرجنتين ببولندا. البارحة تعرفنا على أربع أضلاع الأولى المتأهلة للدورة الثمنة النهائي. في المجموعة الأولى السنغال يفوز على إكوادور 2-1 يضمن التأهل. في المركز الثاني خلف هولندا اللي حققت الفوز قدام قطر المنتخب المستضيف 2-2. وفي المجموعة الثانية إنجلترا ينهي في الصدارة بعد فوزه 3-3 قدام بلاد الغار، والمنتخب الأمريكي يتأهل في المركز الثاني بعد ما حسم مباراته قدام إيران 1-1. هكا تعرفنا على زوز مواجهات الأولى من الدورة الثمنة النهائي نهار السبت إن شاء الله، هولندا الولايات المتحدة الأمريكية مع الأربعة متاع العشية، ونهار الأحد منتخب الأفريقي على السنغال يصطدم بإنجلترا مع 8 متاع الليل. كان هذا كل شيء في بريف مونديال بالنسبة اليوم، قدمه لك محمد علي طالب. تابعوا بقية أخبارنا على موقعنا tnewsamerica.com، لايك وبارتاج، وصل أكثر أخبار. باي باي.